الجو العام في التعامل مع الجاليه العربيه يعني خصوصا مثلا من 2015 وانت طالع كده توصف الجو العام ازاي؟ هلا نحن عمليا نحن قبل موجه اللجوء الكبيره اللي صارت في النمسا قبل 2015 كانت الجاليه العربيه جاليه متواضعه هون بالنمسا وانا بحكي عن السوريين يعني كنا يعني 2000 2500 واحد فكانت جاليه متواضعه والى نوعيه معينه موجه اللجوء جابت جابت اعداد كبيره من اللاجئين سواء سوريين او عراقيين او فلسطينيين او غيرهم وهدول النوعيه مختلفه عن النوعيه اللي كانت موجوده يعني جزء منهم كان مثلا بمراكز ايواء اللاجئين ناس كانوا بسجون ناس كانوا بمخيمات لجوء بلبنان بالاردن بتركيا شو بيعرفهم كل مكان فهدول غالبا يجوا لعنا وهن ما كانوا قد حصلوا على الرعاية الصحية لمدة عشر سنين على الأقل أو ثمان سنين ما زاروا طبيب أسنان لأنه ما عندهم الإمكانية لا الإمكانية المادية ولا الظروف كانت تحلون فهدول بيدخلوا على العيادة لعنا يحتاجوا لشغل كتير يعني ما بتنحل الشغلة معه بجلسة وجلستين وثلاثة وهو بيفكر إنه إذا جاء عن طبيب على التأمين الصحي إنه هذا لازم يحل له مشكلته كلها طب ثلاث ايام او باسبوع او بجلسه وهذا الحكي هو مزبوط مم. يعني انت بتروح على العياده على التامين الصحي عيادات العربيه بتحبي فيينا على كلها مزدحمه لانه نحن اذا مثلا على سبيل المثال عندنا طبيبين اورثوبيدي وعندنا جالي 150 الف واحد ما بيحسنوا يخدموها طبيبين بدنا 20 طبيب مم. فهذول بيسببوا عبء كبير وضغط على هي العياده عنا طبيبين ثلاثه عيون ونحن بدنا عشرين عنا طبيب وطبيبتين نسائي ونحن بدنا 30 فيعني العيادات العربيه هلا كلها مضغوطه بسبب الازدحام وبسبب العدد المرتفع للجاليه وقله عدد الاطباء اللي بيقدموا الخدمه مقارنه بعدد الجاليه يعني من ناحيه آه كل الاطباء ومن ناحيه ان المرضى نفسهم عندهم الاستعجال وعندهم أو عنده مشاكل كثيره وعندهم مشاكل كثيره مشاكل كثير صحيه نتيجه ايش نتيجه الاهمال الصحي اللي تعرضوا له على فترات طويله على مدار, على مدار السنين طبعا هي نو... هي شريحه من من ال... المرضى مم. في شرائح اخرى مختلفه ولكن نحن عم نحكي عن الشريحه الكبيره اللي اجتنا نحن بعد 2015 الى مشاكل خاصه فيها طبعا في ناس منهم كويسين في ناس يدرسوا ويتعلموا ويندمجوا ويصيروا الحمد لله مم. يعني نحن الاطباء تبعاتنا الاطباء العرب اللي اجوا على النمسا من 2015 لهلا جزء كبير منهم دخل سوق العمل عدل يعني انا بعرف اكثر من 500 طبيب وطبيب اسنان وصيدلي اجوا بعد 2014 2015 عدلوا ودخلوا سوق العمل وللمعلومه يعني انا ما بحكي لكم سر نحن الاطباء السوريين في النمسا هن رقم ثلاثة بعدد الأطباء الموجودين والعاملين في النمسا يعني احنا العدد الرقم الأول هو النمساويين no. والرقم الثاني هو الألمان والرقم الثالث هو السوريين no. يعني عنا عدد كبير جدا ما لا يخلو مشفى في النمسا بدون ما يكون فيه طبيب سوري أو عراقي نعم no. no.